حالات البحث عن فرصة عمل يشبه بعضها بعضاً، وظروف طرق أبواب الوظيفة العمومية ويوميات غشيان مكاتب الإدارة بحثاً عن تسوية ملف أو تصحيح وضعية قانونية حالات ينظر بعضها إلى بعض. اخترت لك هذه الحلقة لوحتين أدبيتين طريفتين ذواتي مصب واحد ومجرى مشترك، أولاهما مصرية المصدر وثانيتهما موريتانية الجنسية، وكلتاهما تحدث عن واقع معيش استحكمت فيه حلقات عامل التمييز على اعتبار الوساطة واعتماد المحسوبية والزبونية المزاجية من وجهة نظر صاحبي المقطعين الشعريين التاليين. أفتش في الديوان عن واحد له نفوذ لتوظيفي وفكري موزع، يقولون لي هل من وسيط تجيبه شفاعته عند الحكومة تنفع، فهل كانت الليصنص لما أخذتها شهادة تطعيم بها أتنفع، أليس حراما أنني بشهادتي أدور على أبوابكم أتسكع، وغير عشم محسوبكم متوظف أراه عليكم دائما يتدلع، ولو لم يكن محسوبكم كان حقه يكون حمارا أزرقا يتبردع. إني ولدت هنا وشاب أقراني وشبت شيبة إسلام وإيماني، ما لي أجول ولا آوي إلى سكن مثل الغريب على أهلي وإخواني، إن لم يكن ملح قد ضمني سلفا ولم يكن أهل سوق الجير جيراني، ولم أكن في كبة الأرقام ذا عمد ملقا عليها من الأطمار زوجاني. أهذه معطيات في مراجعكم تفيد من خطة الإسكان حرماني؟ حامل شهادة كواس يحمل أحلام توظيفه على ظهره وملف إسكان يراوح مكانه يبحث عن تسوية، وللمعاناة الرسمية وجوه كثيرة وللاعتبارات الملتوية حسابات أخرى، يأتلف الجوهر ويختلف المظهر. سلام عليكم طبتم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، والحديث عن الحوار السياسي ما بين الموالاة والمعارضة على ضوء اللقاء الأخير للرئيس والعبد العزيز وخرجة المنتدى الأخيرة. في أي مرمى تقف كرة الحوار الذي يقف الآن حائرا ما بين الموالاة وما بين معارضة نظام والعبد العزيز؟ معنا لسبر أغوار هذا الموضوع الأستاذ والكاتب محمد الأمين ولي الفاضل. أهلا أستاذ محمد الأمين. معنا أيضا الأستاذ الكاتب الصحفي أستاذ ولي والسيدي هيبة. أهلا أستاذ ولي. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع أستاذ محمد الأمين، الحوار غائم، الحوار لغز، الحوار الآن لا يعرف أحد أين يقف. الرئيس يقول كنا ننتظر ترتيبات المنتدى، والمنتدى يقول ننتظر الردود من قبل الأمين العام للرئاسة. أين هو الحوار؟ شكرا على الاستضافة. أود في البداية أن أقول بشكل واضح ومبسط ومختصر، لو أن الرئيس محمد عبد العزيز جاد في الحوار لكان هناك حوار، وما حد ما فات عاد هو جاد في الحوار، حتى لو عاد كل الأطياف السياسية الثانية جاد في الحوار ما قد يخلق. الرئيس هو اللي عدد خطوات ملموسة يقد ينطلق الحوار، حتى لو عاد المعارضة ما تبقى الحوار، ذيك الخطوات اللي تخلق اللي تجبر المفسة مفروض عليها تعد الحوار. كيف ما هو جاد في الحوار؟ هو قال أنا مستعد للحوار، ما عنديش إلام وندور ناقشوا كل المواضيع. برحت رولتين قال هم اللي جيد، لكن حديثه في اللقاء الصحفي يدل على عدم الجدية. أولا لأنه طرح مسألتين مطلبين قام المعارضة طالبتهم وهي ما هي طالبتهم، رأس الوزير الأول
هذا اعتقد انه ما هو اسلوب جدي في الحوار. المساله الثانيه حل بازب، ما فهم اي جهه سياسيه في المعارضه طالبت بحل بازب. ممهدات كل اللي طالب، كل اللي طالبوا به ادماج في المؤسسه العسكريه. هي حال، هي كتيبه مهمه ويفتخر بها الشعب الموريتاني كامله، ومسلحه ومجهزه. يقال المطلوب هو دمجها في الجيش، لان اثبتت التجارب ان هذه الكتيبه، الكتائب، اي كتيبه عسكريه ولها شخص معين دائما تهدد مستقبل وامن البلاد. عندك مثال في اليمن، كتائب عسكريه كانت تمشي باوامر علي عبد الله صالح، اليوم الجيش اليمني اصبح منهار لان فم كتائب ولاها كان شخص معين. المخيوف منه والمطلوب منه ان ما تعود فم كتيبه عسكريه تابعه ما هو ولا عقيده، عقيده عسكريه تابعه للوطن وتابعه للدوله، ولا تابعه لشخص ولا تابعه للرئيس. فيما يخص، نرجع شوي فيما يخص الحوار القاع من حيث هو كمطلب اساسي، اعتقد ان انا يمكن، وهذه نقدر ناكدها، ان اكبر ذلك تشكيله سياسيه هي المنتدى الوطني الديمقراطي والوحده، هو تشكل على اساس مساله واحده، انه يدور حوار ودور فرقه حوار. حوار هو واحد في اكره، حوار منين؟ المنتدى في الوقت اللي يقولوا انصار لعبد العزيز نيارته يسعى للحوار، مشوا حالنا في اكره وتسجيلات عفى عليها الزمن وما ثبتت فيها المعارضه شيء. لا شوف، المعارضه من الرحيل الى اكره، المعارضه نفس تزقنينا واحد فيها. هذا جاوبك عليه بشكل مبسط. شفت الممهدات، وثيقه الممهدات جاوا فيها مطالب، والله شيء مطلوب ما كان يطلب. نحن في دولة ديمقراطية والحمد لله النظامي تغنى بالديمقراطية اللي عنده، يقول نموذج في العالم الغربي، ما ميال تطلب منه فتح وسائل الإعلام الرسمية أمام المعارضة. هذا في المميزات، ولا حتى الآن ما فاتخ لي. عندي عكم شفتوا التلفزة في الأسابيع الماضية، واحد في زيارة الرئيس ولا شيء غير زيارة الرئيس، مطلوب منه إشراء فتح الوظيفة العمومية لكل الموريتاني بغض النظر عن تيماتهم السياسية. فعلا في وظائف سياسية، هاي مطالب ما ميال تعود مطالب ممهدة الحوار، لأنها كان من المفروض أنها تخلق في دولة ديمقراطية طبيعية. يقين احنا ما عدنا وعدناها ممهدات الحوار. فيما يخص قضية أكرا وفيما يخص هما قدموا لكم ممهدات، وكان من المفترض وصل الجواب، حتى الآن ما فات وصل الجواب، والرئيس للأسف قال بشكل مباشر كلام في الحقيقة مقلق، لأنه قال أنهم هما وصلوا ردهم المنتدى ولا بصيغه معينه، وانهم حارجهم ان المنتدى في تشكيلته وكذا. وهذه نختار نفصل فيها نقاط سريعه. واحده، وفد المنتدى حالا المخصص للحوار ما عنده علاقه بتشكيله المنتدى، هذا وفد ثابت مستمر وعنده كافه الصلاحيات بغض النظر عن الهياكل اللي تغير كل 4 شهور، وتغييرها ما عنده علاقه بالموضوع. المساله الثانيه اللي قالوا للاسف انه اما يعود الوزير الامين العام للرئاسه قال له انه اتصل بالمنتدى، وهي ليس ما يحل ويعود معلوماته في هذا النوع ناقصه وذا مؤسف، والله يعود ثم جهات في الاغلبيه تحاول تغطوا وتصل لمعلومات ما هي صحيحه. المنتدى انا ناكد من الساعه اللي سلم وثيقه المنتدى ما قد دخل به اتصال معه بعد لقاء الرئيس مع الصحافه، وبالتالي هو حتى الان ينتظر، وحتى الان ما زال ماده للحوار لان تشكيله المنتدى. فيما يخص قضيه اكرا وشرت لها، هي قضيه اكرا جاءت بشكل تلقائي تزامنت فتره معينه، وشكلت لها لجنه للتحقيق فيها، وهيك اللجنه البرلمانيه قدمت الحصيله اللي تحصلت عليها ولا مترتب عليها شيء، ما فهم شيء مترتب عليها. أستاذ ولي، أين هو الحوار؟ المعارضة حاليا تقول الكرة في مرمى النظام، والرئيس عبد العزيز قال نحن ننتظر تشكيلة المنتدى، ووسط كل هذا تهب علينا أكرى من جديد. أنا لن أخوض في مسألة أكرى، لأنها فيما أعتقد ليست لها علاقة بمادة الحوار التي كان يجب ويجب أن تظل تعني الوطن وقضايا الوطن والوفاق على كل ما يساعد هذا الوطن على أن ينهض وأن يكون. هي تسمم الأجواء، تسمم الأزياء يقول المراقبون. أنا لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أنها ذريعة قد تكون فقط لعدم المضي في الاستعداد للحوار. رئيس الجمهورية قال بأنه مستعد للحوار، يجب أن يثبت، يجب أن تثبت، يثبت له المنتدى بأنه قادر على أن يلج هذا الحوار بثقة
وما لديه من قدرة على الوصول مع الأغلبية إلى ما يخدم الوطن ويعد لديمقراطية حقيقية. أعتقد أن رئيس الجمهورية حينما قال بأن المنتدى ما زالت عنده ترتيبات يجب أن يكملها، هذا لا يهم، فليقل له المنتدى إن هذه الترتيبات انتهت وخلاص، فلنبدأ الحوار. يعني نضعه أمام ما قال المنتدى بأنه مشاكل غير واردة، وأن الجهة المعنية بالحوار ليست لها علاقة بالخلافات أو بالترتيبات التي يعد لها الآن المنتدى. طيب الجدة المعارضة قالت بأنها لم تلتقي بالوزير، لم تتلقى رد من الوزير الأمين العام للرئاسة، هذا اللغط الدائر حاليا، المعارضة قالت بأنها لم تتلقى أي رد من الوزير الأمين العام للرئاسة، وكأن هنالك مشكل بين الرئيس وبين المشرفين على الحوار في المعارضة. أنا الذي أريد أن أقف عنده هو أن المنتدى فيما أعتقد يعيش في داخله، بداخله يعيش في صراعات خاصة بي، يجب أن يتجاوزها حتى يثبت بأنه قادر. كانت اليوم في مؤتمر صحفي فمثلا الناس قالوا بأنهم يسيرون إلى حوار، هذا نفس الذي قاله رئيس الجمهورية بالأمس القريب ليلة البارحة في الحوار، قال بأنه هو كذلك مستعد. يجب أن يثبت الطرفان بأن الحوار أمر جدي وأنهما ساعيان إليه، بأن يدخل مباشرة فيه بحيث يقول المنتدى بأن الترتيبات التي قال رئيس الجمهورية أنه ينتظر أن تنتهي حتى تدخل في الحوار بأنها انتهت، وبأن المنتدى مستعد للحوار، وكذلك الأغلبية. متى سيتجاوز الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز وأغلبيته مرحلة الخطابات والمشاعر الجميلة، نحن نريد حوار يا جماعة الخير فقط؟ إلى حد الآن هنالك فقط كلام ووعود، ليس هنالك لقاءات ولا أي شيء، هنالك حلقة مفرغة فيها هذا الحوار. أنا معك على أن رئيس الجمهورية والأغلبية يجب أن يثبتا بأنهما جادان في الحوار، وبأنهما مستعدان ليقوما بهذا الحوار فورا، تبرز أو تظهر يظهر المنتدى بأنه هو كذلك مستعد دون ترتيبات يقوم بها. أعتقد أن هذان الطرفان إذا ما أعلنا في وقت واحد بأنهما مستعدان لقيام الحوار، لن تكون هنالك أكثر من مرة. لكن أين المشكل؟ أين المشكل؟ هذا هو السؤال الكبير. المعارضة أو المنتدى بخلافاته لم يستطع بعد أن يظهر بما يثبت بأنه قادر على القيام بهذا الحوار، ذلك بأن تلك الخلافات الداخلية هي التي تمنع هذا المنتدى. أي خلافات؟ أعتقد أن ثمة خلافات تتعلق بالمحاور التي يجب أن يقوم عليها المنتدى. كل حزب في داخل المنتدى له نظرته، له قراءته، له فلسفته، له رؤيته السياسية. وحينما في المؤتمرات الصحفية يعلن بأن المنتدى هو مستعد لهذا الحوار، في الحقيقة ثمة عثرات وثمة مشاكل داخل. كذلك الأغلبية التي لا أريد أن أطيل في أمرها، لأن الأغلبية هي عبارة عن حزب الاتحاد الجمهورية، والذين معه حيثما اتجهوا ليست ثمة مشاكل تتعلق بخلافات بداخله، لأن وجهة أحزاب الأغلبية معروفة هي مصاعة وراء حزب الاتحاد الجمهوري. أستاذ محمد رمين، الشارع الموريتاني يحتار، الرئيس يقول نحن ليس لدينا مشكلة في الحوار، المعارضة تقول نحن مستعدون للحوار ولم يصلنا أي رد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى متى سنظل في هذه الحلقة المفرغة؟ الله تعالى أعلم. فقط أود أن أنبه إلى أن تشكيلة المنتدى يتشكل، أولا المنتدى يختلف عن الأغلبية، يختلف عن الرئيس. الرئيس يتخذ وللأسف يتخذ قرار خاص به هو، وتلزم الأغلبية بأنها تمشي في ذلك القرار. حتى إعلان الحوار عندي عنا احنا والأغلبية علمنا به في نفس الوقت، وثيقة سلمها الوزير الأول. بينما المنتدى فعلا كما قال الأستاذ هو فعلا تشكيلة من أربعة أقطاب، ولكل حد لكل قطب عنده خصوصياته وعنده ميزته، لكن هاي اللي نفكوا هذه الأقطاب الأربعة نجبروها تتكون من النقابات
اللي طبيعته بعد قاع انها ما تقد تقاطع حوار مع السلطه. طبيعه النقابات عملها قائم على حوارات، حوار مع السلطه. ذم المجتمع المدني اللي مجتمع قائم ومولي على الحوار مع السلطه ولا يقد يعيش بدون حوار مع السلطه. ذم قطب الشخصيات المستقله ومندفع في الحوار. ذم الاحزاب السياسيه اللي يقد يخلق عليها شوي من اللغط، وانا نقول لكم ما يقد ينوع احزاب. استاذ محمد رمين، احزاب ما شاء الله كلها اخذوا طريقه في اكثر من مره، تواصل شارك، التكتل قاطع، ويقال بانه التكتل الان هو من يقف حجره في وجه هذا الحوار. لا يمكن رئاسه احمد داده. نعم انا استعد قد نقول معك الكلام، يقول انت مخلص الكلام منطقيا. ماذا اي حزب سياسي اللي يعيش عليه شنو؟ يعيش عليه انه يشارك في انتخابات ويعودوا عنده أشخاص يمثلوه في هذه كهي السلطة، قلوا أو كثروا يعود موجود في هذه السلطة، معناها أنه لين قاطع يقبل قرار فيه نوع من التضحية وفيه نوع من الكلفة الكبيرة اللي يدفعها. هؤلاء الأحزاب السياسية اللي ما هم موجودة حالا واللي مقاطعين هم يدفعوا قدر من الكلفة، قدر من الكلفة على النزيف، على محدود عاد عملهم محدود لانهم ممثلين لا برلمان لا مجالس بلديه، وهذا صعب على حزب سياسي تاخذه. يقال في مرحله حل شيء حق الحزب السياسي يعود اما يشرع انتخابات هزيله والله هذا قد يضحك. وبالتالي هاي الاحزاب السياسيه هي كامله ترغب في الحوار ودور الحوار ومستعده للحوار وتناضل من اجل الحوار. وانا كما قلت في البدايه هو المنتدى تشكل من اجل فرض حوار جدي يفضي الى انتخابات سياسيه. والمنتدى لا يعيش ازمه. لا يعيش أزمة إطلاقا، المنتدى يعيش نقاشات حادة صعبة، لكن عندما يتخذ قرار ويتخذ وثيقة تعود ملزمة لجميع الأطراف فيه، وثيقة الممهدات ملزمة لمن كان متحمس للحوار ولمن لم يكن متحمس للحوار توافق على وثيقة معينة، وهي عاد ملزمة لكل الأطراف. واليوم أصبح كل حد هاي الوثيقة تمثله في المنتدى، مجتمع مدني، شخصيات مستقلة، أحزاب سياسية، نقابات. سابق تخلق الوثيقة يقد فعلا يخلق نقاش وتقد تخلق آراء مختلفة لأن وقتها مختلفة. يقال لما يخلق اتفاق، ومع اعتقد ان المنتدى من الساعه اللي تشكل ما فات خلق فيه تفكك، ما خلق فيه انشقاق، وهي سابقه في التاريخ السياسي الدولي ثاني، خصوصا يعود من عده تشكيلات ما هي متجانسه، مجتمع مدني، نقابات كذا. بعد الفاصل نعود الى هذا الحوار، حول الحوار اللغز، الحوار الذي اشبه ما يكون بطائر العنقاء. الحوار السياسي ما بين الموالاة وما بين المعارضة، إلى أين وأين هو ومتى سيكسر الجليد ويتم إذابته لتجاوز هذه الأزمة الخانقة؟ أستاذ ولي، بصراحة سنتكلم بصراحة، أين المشكل؟ المعارضة تقول أريد حوار، والنظام يريد حوار، والشارع الموريتاني يترقب، والمعاهدة كانت خرجت مسعود بن الخير الغاضبة من إقصاء المعاهدة. هل سنظل في هذا المشكل لنشهد أيضا انتخابات من طرف واحد وغيرها من هذه الأزمات، والعودة إلى مربع سئمنا منه، حتى المراقبون سئمون من الحديث عن الحوار دون أي بوادر؟ إذا استمر الجميع كل يركب رأسه كما يقول المصريون، فسنظل في هذه الدوامة إلى عهد قادم إن شاء الله لم تكون فيه الأمور كما نريد لها ديمقراطية ومنفتحة على كل الآراء وعلى حوار يأخذ بعين الاعتبار قضايا الوطن الأولى. أنا أعتقد أن الأغلب الأحزاب المعارضة المنضوية في المنتدى هي أحزاب ليست على قلب رجل واحد، لكل منها برنامجه، لكل منها سياسته، لكل منها زعيمه الذي لا يريد أن يأخذ منه الآخر الزعامة.
وإلى حد الآن ما زالوا على في هذه التشكيلة يتشاورون، فعلا هذه سابقة، لكن لماذا؟ لأنهم علموا ويعلمون بأنها فرصتهم الأخيرة التي يجب أن يتمسكوا بها حتى لا يتمزقوا نهائيا، فيجب أن يوهموا الشعب بأنهم قادرين على أن يذهبوا معا إلى حوار، إلى حوار هم ليسوا متفقين فيه على النقاط الأساسية والمحورية. أنا قلت لك فيما يتعلق بالأغلبية الأمر محسوم، هو حزب الاتحاد النازي الجمهورية والأحزاب الأخرى أقمار تابعة له حيثما اتجه اتجهوا، القضية محسومة بالنسبة لهذا القطبي. الذي يبقى هو أن هذه الأحزاب المنضوية في المنتدى هي أحزاب تكابر ولا تريد أن تتحاور تحديدا، هل التكتل، هل التواصل، هل اتحاد قوى التقدم المعروف بالتواصل، التواصل له قراءته ونظرته. وأنا أقول لك بكل صراحة بأن التواصل هو أقرب الأحزاب إلى الحزب السياسي الذي له خطاب وله نظام وله توجهات وله مشاورات فيما بينه، بينما الأحزاب الأخرى ما زالت أحزاب مشخصنة، كل حزب يقوده شخص هو الذي يتكلم باسم هذا الحزب وهو الذي يريد أن يظل دعي الأسماء. أنا قلت لك بأن تواصل تميز بهذا الأمر، وتواصل تميز أيضا بالخروج على دائما المعارضة والمشاركة هكذا، لأنه في مشاوراته يصل إلى نوع من التفاهم والتوافق بداخل تشكيلته حتى يكون الموقف موقفا محسوما، فيتجه باتجاهه الحزب إلى ما يريد خاطئا كان أم مصيبا. المهم هو أن داخل الحزب تحصل مشاورات حقيقية، تحصل نقاشات حقيقية، ثمة نوع من الديمقراطية في هذا الحزب، أقول لك هذا صراحة. أما الأحزاب الأخرى فما زالت بالنسبة إلي وبالنسبة إلى الكثير من الموريتانيين يرون فيها أحزابا مشخصة تقودها أشخاص، هؤلاء الأشخاص لا يريدون لأي أحد معهم داخل هذه الأحزاب أن تكون له كلمة، ولذلك لا يمكن أن يصلوا إلى طاولة مفاوضات. ثم إن الممهدات التي يتحدثون عنها، أنا أعتقد أن الحوار تماما كما يقول رئيس الجمهورية ولا هنا معه في هذه، هذه الممهدات يجب أن تكون نقاط أيا كانت أهمية هذه النقاط يمكن أن تطرح حين الحوار ومناقشتها وجعلها نقاط من ضمن الحوار. لودغو مرة ماضية لأنها لودغو هذا كلامهم عن أنفسهم، وكذلك الأحزاب الأغلبية تقول بأن الطريقة قطع عليها أثناء الحوار الذي أرادوا. نعم أستاذ محمد الأمين، هل فعلا المنتدى بتشكيلته الثقيلة يقال بأنه صعب أن يسير المنتدى بهذه القاطرة الثقيلة، أحزاب كبيرة وشخصيات يبرز من بينها طرح راديكال يقولون بحبين وغيره، هل فعلا هنالك مشكل في المنتدى؟ شوف هو المنتدى متشكل وعنده وعي بقضية بعد قاعد يجبنا نشرحه شوية إياك توضح الأمور. اليوم القضية ماتت قضية أحزاب سياسية وصراع بين أحزاب سياسية ومنافسة سياسية، اليوم قضية بلد أصبح مهدد. هذه شعارات سياسية. نفهمها لك بشكل بسيط. افترض أن حزب سياسي معين حقق يوصل من مكاسب ونهار للبلد، شيء معنى المكاسب؟ نحن اليوم أمام، وأنا اللي نعطيك مثيلة محددة تفهم لك صعوبة اللحظة اللي نعيشه. الرئيس محمد عبد العزيز وللأسف ولا نعرف كان واعي لنوع من الأمور، نحن أمام مجتمع عاد له الشكل له التقطاب والله تكتلات كبار كوار هوك حراطين هوك بيضان هوك. ونعطيك مثيلة بسيطة، أنا قالي نعت لك استقبل الرئيس الجمهورية تكتل الولوف بقيادة الناطق الرسمي باسم الولوف، هذا حدث 2015. استقبل الرئيس الجمهورية تكتل الصوانك وبممثلهم يستقبلهم في القصر الرئاسي ناقص معهم مشاكل طائفة معين، عندك الزنوج في محرة كامل عاد في الزنوج، في الزنوج المعارضين وفي الزنوج اللي مع الموالاة ومشكلين تكتل والطريف، وهذا مما يحيلك ان قايسين مسار فعلا يخلع. الوزراء هم يقولون معاوية والسيد أحمد الطايع قاتل هو عدوهم الأكبر،
وزير الداخلية في عهد معاوية والسيد أحمد الطائي هو عضو في ذا الحراك الزوجي حالا. معناها القضية ما تتقضية سياسة ولا تتقضية نوع، تتقضية تشكيلة عرقية معينة. الرئيس محمد عبد العزيز حنين لابد من كم ها هو المخلوق ناقاها المنتدى، ها هو الخيمة المنتدى ورئيس أحمد الداهي التقى بحراك المعلمين وشاركتم في ميثاق شحراطين، إذا كل السياسيين يناغوا ليلاهم. جيد حنين، جيد نقول لك أولا أحمد الداهي مع تقدير للكبير احمد داداه والرئيس حزب سياسي لا يقاس تصرفه بتصرف رئيس جمهوريه. صحيح. هاي واحده. صحيح. المساله الثانيه انها ما هي دي، وانا قطعتني شوي. الرئيس محمد عبد العزيز جميع الخطابات المتطرفه افتح للقصر الرئاسي مع عند ايرا وزعيمه سابق الخلافات كان مفتوح للقصر الرئاسي، مع عند حركه فلم، مع عند حركه هذا الحزب الناشئ اللي غالبا مجاد الديران لقاها في القصر الرئاسي، بينما الاصوات العاقله الراشده اللي قطعا القصر. خليني نعطيك مثال، عام 2009 عام 2010 اجتمعت مجموعه فيها 300 اطار من اطر الموريتاني بتنسيق الراجل قالوا الخليل النحوي، عندي عنده معروف الاستاذ خليل النحوي، وقالوا ان البلاد فعلا تعيش مشكله وان هاي قضايا العبوديه وهذه القضايا يجب انها تعود نعطيها لها بعد وطني وتؤخذ فيها الناس كامله. وجماعه 300 شخص، وليه نعطيك الطريف الاشخاص اللي فيهم من الاغلبيه، شوف فيهم الوزير الامين العام للرئاسه اللي قال انه المستشار مكلف بمهمه بومية، الثاني اللي قالوا انه نقز الدعم السياسي ولا أيوة. بن حميده بن حميده فيها محمد فاضل ومحمد الامين الفقيه، فيها ابو بكر والاحمد، فيها احمد بابا والمسكه، فيها عزيزي والمامي، فيها رجالك. هذه جمعت ودار للتلخيص اللي قالوا حراس المستقبل من اجل انهم يعطوا وعد وطني لهذه القضايا اللي تهدد المجتمع، وحتى الان ما زال الرئيس الرافض يعطيهم تلخيص والرافض يستقبل منهم حد. بينما يستقبل إيرا، وهل رخص حزب النداء؟ لا لا نقول طبيعه إيرا ليست كطبيعه هذه طبيعه هذه مجموعه من الناس، فيها العلماء وفيها ناس كبار السن ولا تقدر تشتغل ما هو باطار التلخيص. إيرا شي من الشباب اللي عندهم مندفعين اللي قدروا يشتغلوا بدون ترخيص ولهم معادله بالترخيص وكيف تمنوا وكيف تم هاي وبالتالي الحوار. بالتالي انا اعتقد ان موريتانيا تعيش ازمه خطيره. نحن في الانظمه السابقه كنا نعانوا من الفساد، والفساد مشكله، قيد الفساد ما يهدد بقاء دوله، وكنا نعانوا من الديكتاتور، وكنا نعانوا من الامور الكامله. يقي اليوم الوحده الموريتانيه والله اللحمه الموريتانيه في خطر. اليوم ما تسمع ما هو خطاب متطرف. اليوم منين تقيس على الاقل على اطلاع بهذه الامور، منين تقيس يوتيوب وتخلص مداخله ايرا ولا مداخله نداء ونداء تلحقها 40,000 50,000 مشاهد، بينما الخطابات العاقله ما تنصنع. المسؤول عن النظام، هذا مسؤول عن النظام، النظام ياض ويعرف انه مرحله خطره. اولا خطر على البلد وخطر على بقاءه هو كنظام، ويعرف ان التغيير جاي، ويعرف انه اشبه يعود عاقل يعود الراشد، ويخاطب العقلاء ويالت المنتدى المنتدى ياثم اللي زاد هو يعى هاي المشكله ويعى هذا الخطر. واعتقد انه وعي هو سبب يشكل هذا الخليط اللي فيه الشيعة، ما كان عنده علاقه هذا الخليط منين؟ شعدر هذا الخليط سلم لنا ممهدات، وبعدين قعد شعدر ثاني وحل لنا في اكرا يقولوا لك انصار عبد العزيز. يا اخي لطف الاجواء، خلي كان يخلق حوار. أولا تلطيف الأجواء أعتقد أنه هو ما دام قبل حوار مع الرئيس محمد عبد العزيز، وللأسف نحن عندنا المعاهدة عدت مع حوار وعدت اتفاقيات لجمهور الأمور ولا أخلي بهم كاملة. وحتى الآن تقوله يقولها الرئيس مسعود عندك تجربة اللجنة المستقلة السابقة للانتخابات، هاي مدة قبل تحاول رغم ذا كامل، والرئيس في ذي الظروف معناها أن لا ما بها عزة الحوار، بها عزة الخوف على مستقبل. جميل. نعم بدأ يضيق الوقت لدينا الآن، كيف نخرج من عنق الزجاجة؟ لدينا مشاكل الخطاب المتطرف الذي بدأ يسود، لدينا معارضة تقول أنها مستعدة للحوار، ولدينا نظام يقول أنه مستعد للحوار، ولدينا معاهدة غاضبة، ولدينا مواطن محتار. دعني أقول لك أولا بأن ما يسود البلاد الآن من مطالبات حقوقية أمر طبيعي جدا. في بلد إلى الأمس القريب كان بلدا إقطاعيا رجعيا، فيه القبلية والجهوية والطبقية والعنصرية، هذه أمور كانت موجودة، وعلى الدولة أنها تتفرج على حزب النداء وعلى إيراع أبداً، وعلى البيضان وعلى الحاطنين وعلى المعلمين. دعني أكمل. هذه الشرائح كلها التي تعتقد أو هي على يقين
من أنها مضطهدة ومن أن حقوقها مستلبة عليها أن تناضل وأن تطالب بهذه الحقوق. إلى حد الآن على ما أعتقد لم يقع في هذه البلاد ما يدل على أن الأمر آيل إلى الانفجار. الخطاب العنصري. الخطاب العنصري أمر طبيعي لأنه مرحلة لا بد أن تمر بها هذه الشرائح من أن تسمع أصواتها. وهنا المسؤولية لا تقع فقط على الدولة، وإن كانت جل هذه المسؤولية مسؤولية الدولة، لكن الأحزاب كذلك التي تطالب بحوار من أجل أمور سياسية ثانوية هي أقل أهمية من الإنصات لهذه الأصوات والعمل معها والتقرب منها حتى يلملم هذا الشتات الذي وقع في البلاد على إثر هذه المطالبات الطويلة. أنا أعتقد أن هذه الأحزاب السياسية لا تقوم بأي عمل سوى أن تصرح وتنادي بحوار يتقدم إليه أشخاص دون كتل حزبية حقيقية، دون خطابات حقيقية، دون عمل سياسي حقيقي. كتل حزبية، أنت تتحدث عن التكتل، تتحدث عن التواصل واتحاد قوى التقدم، لكن لم يعملوا شخصيات مستقلة. ما الذي يعملونه على أرض الواقع؟ أنا لا أعتقد أن ثمة شيء يدل على ذلك باستثناء حزب واحد، وهنا قد يقول من قائل بأنني لدي ميل على حزب تواصل ولست منه، لكنني أنظر إلى ما يجري على الساحة في الساحة السياسية. ما يستغل الفرصة السياسية. لك بأن تواصل رغم أنه ما زال مقصرا ودون ما يجب أن يقوم به هو أكثر هذه الأحزاب إلماما بهذه القضية على الأقل والحديث فيها والمشاركة في ما تقوم به هذه الحركات التي تطالب بها. وبالتالي الحلول واحدة اثنين. أنا أعتقد أن الحلول فقط هو أن يكون هذا الحوار أمر شدي بين هذه الكتل التي تريده وبين الحكومة. يا رئيس الجمهورية يطمئن الناس، التقي برئيس المنتدى، رئيس مؤسسة المعارضة، بدل هذا الكلام الودي الجميل. العقبات ما زالت في كل من الطرفين، الكل لا يسلم للآخر بالأسبقية في هذا الحوار. ففي الوقت الذي ينادي فيه المنتدى بممهدات يقول الطرف الآخر بأن هذه الممهدات يمكن أن تكون نقاط تدرج في إطار ما هو أستاذ محمد الأمين، لما لا تكون هناك مبادرة من المنتدى على الأقل؟ يقال بأن المنتدى حاليا صراحة لدى تكتل القوى، وتكتل القوى ما يصف بأنه راديكالي وبأنه ليس حميمي معه عبد العزيز، وبالتالي المنتدى يصعب كما يقال. هو المنتدى لا خلص هم اللي تنظروا له بجزئياته ولا تنظروا له ككتلة. المنتدى جمع هو بإرادة منه وعنده الكتلة معينة وعنده رئاسة وعنده لجنة تنفيذية ولكن يخدم عنده ملتزم الأطراف كاملة. فهم فعلا نقاشات وفهم خلافات تخلق وفهم وده طبيعي. فهم أحزاب سياسية عندها نظرة معينة وفهم أحزاب سياسية. فهم خلاف على الرئاسة حاليا. لا لا. حبين يقولون يدور عود الرئيس. طبعا هذا خلاف لا يحسن بعده. هذا الصراع موجود. شكرا لك أعطيتني فرصة وضح. سينسوا في المنتدى. أنا أنتظر أن نعطيني فرصة وضح لكن أعطيني كذلك. اللي يخلي فيها خلل للأسف أنا عييت أشوف شيء يكتبوا الإعلام أنا حاضر له مؤسف. أولا شوف دقيقة واحدة هو الرئاسة الدولية اللي شينغادو المجتمع المدني والله النقابات. الشخصيات المستقلة والأحزاب السياسية ما هم طامعين بها ولا يضروها حالا. لين جات المجتمع المدني حاولنا ندفعوها في شخصيات رفضوها رفضها الرئيس القبيني. لا وين قاع ما عنده علاقه بالموضوع حالا به اللي هو في نعرضت على جابر معروفه وزير سابق ونقيب سابق وهو هو الرئيس المستقبلي للمنتدى ولا عليه اي خلاف من اي نوع ومن الخلافات اللي خلقت في الاعلام ما عنده اي اساس. الحلول واحد اثنين ثلاثه. الحلول واحد اثنين ثلاثه. اولا انا نختار نقول بشكل سريع ان الاحزاب السياسيه البيئه حالا اللي عد النظام ما هي بيئه صالحه للعمل السياسي، هي بيئه صالحه للخطابات العنصريه والحلول والمتطرف والقبائل تظهر مبادرات. الحلول اولا الحلول نحن ما ندور اول حلول ندور انها هذا النظام اللي قايل ديمقراطي يعود ديمقراطي يفتح اعلامه قدام الناس يفتح وظائف الدوله قدام الناس يثبت حسن النيه ولين يثبت حسن النيه يخلق حوار دولي مانشيت الحلول هو ان تقوم هذه الاحزاب كل الاحزاب باعمال ميدانيه تثبت بانها احزاب موجوده وقادره على الحوار. الحوار سوف يقوم مهما كان.
أنا أقول التغيير جاي ونختار له تغيير آمن في ظل الحوار. مراهقة سياسية ما بين الموالاة والمعارضة ومعركة كسر العظم. شكرا لك أستاذ محمد الأمين، شكرا لك أستاذ الولي على هذا اللقاء، وشكرا لتاج الدين الذي أخذنا عليه دقيقتين مرة أخرى، وأبو الصلح في أمان الله.